حرص عدد كبير من النجوم على تهنئة منتخبي المغرب وتونس بالتأهل للمشاركة بكأس العالم 2018 في روسيا. وبكده بيكون 4 دول عربية هيشاركوا في المونديال بعد ما انضمت تونس والمغرب للسعودية ومصر اللي تأهلوا في الفترة اللي فاتت. خطرة في روسيا، خلص خلص خلص، كم انت كبير يا ابن الخضراء. بكري جسم يعنينا، بكري جسم يعنينا، وتعاون المنتخب المغربي لنهاية كأس العالم. شارك مجموعة من الفنانين العرب متابعيهم الاحتفال بتأهل منتخبي المغرب وتونس إلى نهائيات كأس العالم في روسيا 2018. ألف مبروك، ألف مبروك للمنتخب الوطني. كانت من أول التعليقات الفنانة ابتسام تسكت وأهدت جمهورها عبر إنستغرام أغنية بعنوان رايتنا بمشاركة عدد من نجوم بلدها احتفالاً بتأهل المنتخب المغربي لكأس العالم. واش حتى انتوما عندكم إحساس بحالي باللي رايتنا غادة رفرف العالي. أما الفنان ظافر العابدين فعبر عن سعادته بوصول منتخب بلده تونس لكأس العالم بطريقته الخاصة على فيسبوك، ونشر مقطع فيديو ظهر خلاله أثناء جلوسه وسط الجمهور في الملعب اللي أقيمت عليه المباراة، وكتب مبروك ترشح تونس. كمان هنأت نانسي عجرم المنتخبين وكتبت على تويتر مبروك تأهل المنتخب المغربي وتأهل المنتخب التونسي. ديما والمتروح الخضرة برجالها. وأشاد الفنان يوسف الشريف بتأهل منتخبي تونس والمغرب وقال ألف ألف مبروك لكل الشعب التونسي، ألف ألف مبروك لكل الشعب المغربي. أخيرا بعد سنوات نتائج نهائيات كأس العالم. وعبرت المطربة يارا عن فرحتها بصعود المنتخبات العربية الأربعة بنشرها أكثر من تغريدة بتهني فيها منتخبات المغرب وتونس ومصر والسعودية. قادمون يا بوتين، قادمون يا بوتين، بس نجيوك يا فلاديمير. أصالة غردت من خلال حسابها على تويتر وقالت الحمد لله على التأهل، تونس البطلة، تونس الطيبة. رامي عياش كتب على تويتر هيك بتكون الأخبار الحلوة، صاروا بلادنا العربية أربعة بكأس العالم. برافو يا أسود، كل الفخر لأسود الأطلس. وحرصت النجمة التونسية هند صبري على تهنئة منتخب بلادها بصعودها لكأس العالم ونشرت تغريدة عبر تويتر وكتبت مبروك علينا. واحتفلت الديفا سميرة سعيد بتأهل منتخب بلادها لنهائيات كأس العالم ونشرت على فيسبوك كليب أغنيتها الأخيرة Let's Go Morocco واللي طرحتها خلال أيام لدعم المنتخب المغربي. Let's go Morocco. Let's go Morocco. Let's go Morocco.